مواجهة الغد؟ متكافئ لحد كبير صراحة. أتوقع أن الباطن يملك جاهزية كبيرة، عمل معسكر وفي الفترة الأخيرة الباطن صراحة خصوصا بعد عودة اللاعب المميز جدا جورج سيلفا، الفريق عاد الكثير من مستواه، وهو اللي ممكن حيكون الخطورة الكبرى على الاتحاد يوم غد. جورج سيلفا لاعب خطير جدا، الاتحاد يعاني على مستوى الأظهرة. أعتقد أن مدرب الباطن لو نتذكر مباراة التعاون الأخيرة كانت من أهم العيوب أنه كان على الناحية الأخرى شتيجن لاعب بطيء ما يجاري سيلفا في التحولات، فلذلك كانت هذه مشكلة عليه. تقدم التعاون في النتيجة آخر مباراة، جوناثان على الطرف اليمين، سيلفا على الطرف اليسار، تعب صراحة فريق التعاون بشكل كبير. إذا بدأ بهالطريقة راح يسبب مشاكل كبيرة للاتحاد. جوناثان سيلفا لاعبين سريعين، بس لازم هالفكرة لازم يكملها بعبد الملك في عمق الملعب، وهذا الشيء اللي سواه في آخر مباراة التعاون. عبد الملك الشمري عنده رسالات طويلة مميزة عكس ماجد كيمبو ودياباتي لعبوا أكثر بالعرض، لذلك أعتقد لو بدأ بهالفكرة بس حتكون فيها خطورة كبيرة، لأنه حيجازب بالهجوم أمام فريق صراحة يملك فلانوين فلاعب جدا ممتاز، ممكن يضربوا في المساحات اللي في خلفه. وأنا أعتقد بوجهة نظري أن المباراة حتكون ضغط عالي للاتحاد، ارتدادات للتعاون للباطن، الاتحاد حيكون الأفضل خصوصا بداية المباراة. إذا توفق الاتحاد في التسجيل حيكون الأقرب، إذا ما توفق الباطن ممكن يعملها. أعتقد أنها مباراة جدا 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 حتكون من أمتع مباريات الموسم، الفريقين كلهم يملكون يعني تحولات ممتازة، حتى الاتحاد لو مثلا تقدم المباراة حيعمل التحولات وحيكون عنده التحولات الممتازة. فيلانويفا لاعب جدا استثنائي لهم، ممكن القطعة اللي يعني تفرق بين الباطن وبين الاتحاد اللي هو غياب فيلانويفا عن حساسية المباريات، لو إذا كان فيلانويفا ليس في مستواه حيأثر كثير على الاتحاد. الحين الفيصلي ضمن 5 مليون ريال جايته مضمونة للمشاركة في المباراة النهائية، اللي يجيب البطولة ياخذ 10 مليون ريال، هي المكافأة المالية يمكن الأعلى في تاريخ مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.